السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغرب العظيم، الجزائر والبوليزاريو كينتظروا فارغ الصبر تغيير الرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو شانسيز وتغيير حكومته. وهناك يظنوا على أنه إذا تم تغيير رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو شانسيز غيتغير كذلك موقف إسبانيا اللي اتخذته دعما لمقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية. الكل اليوم كيعرف على أنه إسبانيا دعمت مقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية. القرار اللي كانت خرجت إسبانيا قبل مدة أثار حفيظة البوليزاريو والجزائر، شفنا تحركات سياسية، وقفات، احتجاجات، مظاهرات البوليزاريو في إسبانيا، كذلك خرجات إعلامية من رؤساء الجزائر وحتى قياديين ومسؤولين وقياديين البوليزاريو. وكان في مجمل كلامهم على أنه قرار اعتراف إسبانيا بمغربة الصحراء وبدعمها المقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، قالوا على أنه فقط قرار بيدرو شانسيز. وشفنا مرارا وتكرارا خرجات إعلامية تبون قال على أنه قرار دعم إسبانيا مقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية أنه قرار فقط بيدرو شانسيز، وأنه لا تغير بيدرو شانسيز غيتغير كذلك القرار. وهنا بدأوا كيفكروا كيحلموا كيأملوا على أنه تغير فعلا بيدرو شانسيز برئيس جديد للحكومة الإسبانية، بالتالي حسب فكرهم غيتغير أو تراجع إسبانيا القرار دعم مقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية. ومن المعروف لأن القرار هو سيادي إسبانيا، جاي من عبد الملك وليس من بيدرو شانسيز ولا أي مسؤول إسباني. عموما المرشح الأكثر لتعويض بيدرو شانسيز هو رئيس الحزب الشعبي الإسباني ألبرتو نونير فيغو. كتقول استفتاءات أجريت في إسبانيا على أنه أكثر شخصية مرشح على أنه يكون رئيس إسبانيا هو رئيس الحزب الإسباني ألبرتو نونير فيغو، ولكن هذا المرشح الأكثر لرئاسة الحكومة الإسبانية واللي هو رئيس الحزب الإسباني اصدم مؤخرا البوليزاريو والجزائر قبل يومين أو ثلاثة أيام، خرج بالتصريح واضح قال فيه إذا كسبت رهان الانتخابات إسبانيا ووصول قصر مونكلو فإن أولى أولياتي ستصب نحو إقامة علاقة مميزة مستقرة وشفافة مع المملكة المغربية باعتبارها بلدا جارا وحليفا وصديقا. وهذه بحد ذاتها ضربة قوية كتصدم اليوم البوليزاريو والجزائر، لأنهم فعلا معولين على تغيير رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو شانسيز وتغييره برئيس جديد يتراجع على القرار الإسباني داعم لمقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية. هذا الرئيس المرشح لخلافة بيدرو شانسيز اللي هو ألبرتو نونير قال في خطابه جديد لأنه إذا وصل إلى الحكم في إسبانيا فإن أول زيارة سيقوم بها خارج إسبانيا ستكون للمغرب. غنسمعوا بعض التسريبات والتصريحات الضاربة في البوليزاريو، حياكم الله ويحيي الشعب المغرب العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ألبرتو نونيز فيخو هو البريسيدنت ديال البيبي ديال الحزب الشعبي في إسبانيا اللي يتولى الحكم المغربي، وهذا تصريحه لأوكي دياريو اليوم واللي يقوله فيه مي بريمير بياخي أليكس ترانخيرو كومو بريسيدنتي سيرا أماروكوس. قال على أنه أول رحلة كرئيس ستكون للمغرب. ها بالنسبة باش تعرف الجماعة على أن القرار اللي اتخذ بيدرو سانشيز أنه ما هو قرار مثلا قرار حزب ولا هو قرار شخص، يعني قرار الدولة العميقة وقرار قرار سيادي، تالي هو قرار سيادي. إذن معناها على أنه يا ذوك اللي تعولوا ولا معولين ولا طارسين أزوغيات صدعتونا في الصيف من إسبانيا ما ثلاثة معاكم ولا ثلاثة يتعود معاكم أبدا،
ولا خليتوا لها باش تعود معكم من نهار كتلتوا بطروليات إلى اليوم؟ السلام عليكم ورحمة الله، مرحبتي وسهلتي بيك مستاق ود 1184. مرحبتي وسهلتي. هو مال الراجل هذا في خولي هذا؟ أما أنا قلنا لك، ما عاد الناس ما يتريص منهم رئيس مقيم شهر المغرب، وعاد هذيك اتفاقيات معاه وسلم عليهم عقب نجاحه. يا أخوتي هذا ذنبته تقول بدا في خولي، قال ياخذ الدنيا ولا يعطي صغار للصحراء، ومنين ما عنده والو مسكين يعطيه والو. بعدهم شمنا برثابي في ذاك الحارتين في غاليسيا، شي ما هو خالق. مرحبا وسهلا بكم، بحال تبانوا تخمامكم، ما هو لاحق بعيد حتى في المصير، لما تخلصوا لا قريب. يقول ها هي نجاح لي عود رئيس رئيس المغرب، هي اول حد برد يقيسوا.